من جنوب افريقيا للمشاركه اساسيه من جديد مع سبورتنج براغا، والهدفه المرتده لفريق ريو افي، انطلاقه في الجانب الايمن والكره العرضيه والتسديد، وهدف اول ياتي الان، هدف اول اعزائي المشاهدين من الهجمه الاولى من اللمسه الاولى، المصري احمد حسن ابوسه من احداث هذا اللقاء، من الهجمه الاولى لفريق ريو افي، انطلاقه جيده في الجانب الايمن، تاتي الكره العرضيه يفشل في تشتتها الدفاع ليواجهها سريعا احمد حسن كوكا ويضعها داخل الشباك معلنا عن اول اهداف اللقاء، واحد لا شيء لصالح فريق ريو افي وبدايه ساخنه.